رجعنا نتواصل من جديد مع كل مشاهدينا في كل مكان في ساعتنا الثانية من صباح الشروق، والساعة الثانية حافلة بالموضوعات المهمة والشيقة والمتميزة، وأهمية هذه الموضوعات تكمن في أهمية يعني شخص أو إنسان في المجتمع مهم جدا، وهو المعلم. قبل المعلم وفي تبجيله كاد المعلم أن يكون رسولا، والحديث عن المعلم كبير وكثير جدا، لولا المعلم ما كنا وما كنتم وما كان هذا اللقاء. فالمعلم مهم جدا في حياتنا ودوره كبير جدا جدا، وبيسعى وبيجتهد لحاله، لكن بنلاقي انه في جهات معينه بتسعى لان هي تساعد المعلم في انه يطور من نفسه ويدرب من نفسه اكثر واكثر، لان مراحل الحياه التعليميه لم تقف عند حد معين، والقمه تسع الجميع، والنجاح لا يقتصر على احد، وتستمر الحياه بينك انت كل مره وفي كل مرحله عمريه معينه حاب تطور من قدراتك ومن مهاراتك ومن اشيائك المهمه تحديدا التعليميه. داخل الاستوديو في هذه المساحه معنا الاستاذ عبد المنعم الريح عبد الله، المنسق الاكاديمي لمدرسه سودان جرامر سكول. اهلا ومرحبا بك استاذ، وصباح الخير عليك. مرحبا بكم كثير، السلام عليكم والسلام للمشاهدين، وتحية خاصة لمشاهدي القناة المميزة دائما والتي تطرح مواضيع لها علاقة جادة بالمجتمع والمشاكل المحيطة بالمجتمع وكيفية معالجتها. اهلا وسهلا يا استاذ، والتدريب ما بيقتصر على عمر معين، وحتى الذين تخصصوا في تخصصات عاليه يمكن يتدربوا، لانه العالم في يعني متغير بتغيرات متطور. المناهج ايضا متطور. كان في ايضا ناخذ ملامح من خلال هذا اللقاء لدوره تدريب معلمي مدرسه السودان انترناشونال جرامر بالتعاون مع المركز القومي لتدريب المعلمين بالسودان، ومن ثم نعاود للتفصيل اكثر عبر هذا اللقاء، نتابع. المركز القومي لتدريب المعلمين NCTT هو مراد به الإشراف على تدريب المعلمين في كافة أنحاء السودان. تدريب المعلمين في المجال الحكومة وفي مجال التعليم الخاص، يعني كافة أنواع التدريب للمعلمين هي مهمة هذا المركز القومي لتدريب المعلمين. أكاديمية زاو تقوم تدريب المعلمين لمدرسة سودان انترناشونال جرامر سكول. في هذه الدورة التدريبية التي أنيط بها تطوير أداء المعلمين في هذه المدرسة، نأمل أن تكون هذه الدورة دورة ذات فائدة عظيمة. ما شاهدنا هذه المادة هي دورة تدريب معلمي مدرسة سودان انترناشونال جرامر سكول بالتعاون مع المركز القومي لتدريب المعلمين في السودان. وداخل الاستوديو كما رحبنا معنا الاستاذ عبد المنعم الريح عبد الله، المنسق الاكاديمي لمدرسة سودان جرامر سكول. استاذ عبد المنعم، يعني الدورة التدريبية الاولى لتدريب المعلمين بمدارس سودان جرامر سكول، الفكرة والأهداف وأهميتها. أكيد الجميع يعلم أنه التدريب في السودان وقف منذ العام 1991، وأيضا كليات التربية في السودان نسبة للأعداد الكبيرة التي تأخذها تلك الكليات أيضا لا ينال المعلم تدريبا كافيا، فأصبح هناك أعداد كبيرة من المعلمين تلج المدارس وهي بدون أي تدريب، مما اضطر وزارة التربية أن تطلق على هؤلاء المعلمين بدائل، ويظل بديل لمدة 5 سنوات
وهو معلم يمارس المهنة بدون الأسس. والمهنة كلكم تعلمون إنها هي لابد أن يكون عندها أسس وقوانين بالضبط. عشان تدي أكلها وثمارها بالضبط. ولذلك نحن الآن معنا في جرامر سكول حوالي 80 معلم يكاد جلهم من البدائل تخصصات مختلفة غير تربوية ويمارسون المهنة داخل الصف الدراسي. لذلك نبعت هذه الفكرة في أننا نعمل تأهيل عالي لهؤلاء المعلمين. المعلم المؤهل أكيد له ثمار داخل الصف الدراسي، له تأثير على ابنه، وبالتالي ينصلح العمل التعليمي داخل الصف الدراسي، وبالتالي مخرجات هذا التعليم، بالتالي بيكون عندنا تلميذ ثم طالب ثم خريج جامعي له مستوى عالي، وبالتالي لا ينصلح العمل في التربية إلا من خلال أن نصلح حال المعلم، ولن ينصلح على حال المعلم ما لم ينال التدريب الكافي الصحيح وفي الاتجاه الصحيح. ولذلك نبعت الفكرة في مدرسة جرامر سكول أن يقوم مركز لإعداد المعلمين، وليس لمعلمي المدرسة فقط بل لجميع المعلمين في ولاية الخرطوم، وليس المدارس الخاصة فقط بل لكل المعلمين سواء كانت مدارس خاصة أو مدارس حكومية. وفي هذا الافتتاح وجهنا الدعوة لكل الجهات التعليمية ومنحناهم فرص لاختيار معلمين من خارج المدرسة لينالوا التدريب لتكون فاتحة لتدريب أوسع إن شاء الله. جميل. يعني أنت ذكرته كان في إشارة من خلال الملامح اللي تابعناه في الدورة التدريبية، لأنه التعليم وقف أو عموما التدريب للمعلم من تسعينات القرن الماضي، فدي بادرة كويسة منكم. على الإشارة الثانية اللي حابين نركز عليها الآن، ما فقط على المدارس الخاصة إنما أيضا المدارس الحكومية، خصوصية تدريب الآن معلمين هذه المدرسة وأيضا تقييم أدائهم بأي برامج أنتم بتدربون يعني. طبعا يتدرج المعلم من مدرس لمعلم لمربي، هذا تدرج وظيفي مثل التدرج في الشرطة أو البوليس. الرتب رتب نقيب رائد كده، هذا التدرج مدرس معلم مربي، لن يكون هذا التدرج موجود ما لم ينال التدريب كلهم في فترة الزمنية المعينة. ولذلك هو في بداية الطريق لابد أن ينال التدريب الكافي في أصول التربية وعلم النفس ومن ثم في طرق التدريس، تأهيله في المقام الأول. تأهيله في المقام الأول. ولذلك لما يكون معنا معلم ويدخل الصف الدراسي وهو لا يعلم طرق التدريس، طيب سيوصل ماذا؟ لابد من الوسيلة التي يصل بها المادة العلمية لتلميذه بالطريقة السهلة. ولذلك لابد من أن تكون البدايات هي التدريب المنظم الممنهج المورمج باستراتيجيات محددة، غير أنه التدريب نتفق أنه بيرفع استحقاقاته، بيخلينا نكون مدرب في مستوى معين من التدريب، بيرفع استحقاقاته، بينال يعني المادة اللي بتتناسب معه كمعلم، يقدر يوصل المعلومة في فصل معه ودرس معه، وكلنا عارفين أنه المعلمين مظلومين ماديا يعني استحقاقاتهم قليلة جدا، فبالتالي التدريب والتطوير بيرفع منه. طيب أستاذ عبد المنعم، بالنسبة لتنفيذ التدريب هل بيجي ضمن يعني المسؤولية المجتمعية للمؤسسة؟ أيوة، التدريب لو لاحظتي من تجاه المجتمع، إننا نحن الآن عملنا شنو؟ وجهنا رسالة لوزارة التربية لاختيار عدد كبير من المعلمين من جهات مختلفة، ودي رسالة مجتمعية يعني ما قصرنا هذا التدريب على، بل الخطة القادمة إنه ليس يكون التعليم مختصرا على معلمين المدرسة، بل سنفتح التعليم لمن حولنا وتتسع الدائرة ثم تتسع الدائرة. وكلكم تعلمون نحن تحت مظلة المركز القومي لتدريب المعلمين، اللي هو ده منظمة تدريب المعلمين في كل السودان،
ويمكن تقرير دكتور محجوب عثمان أشار صحيح أنه هدف المركز التدريب مدى الحياة. يعني حتى حيظل التدريب باستمرارية من عملية التعليم العملية التعليمية. وطالما نحن تحت مظلتهم بالتالي سنكون نحن مستمرين في العملية التدريبية بإذن الله. أستاذ عبد المنعم، يعني شاهدنا أنه المدرسة تحمل الطابع العالمي، ومعروف تغيراتنا نحن عموما في المجتمع أصبحت متسارعة، فأصبح العالم يتجه للتعليم الإلكتروني اللي فيه جانب إدخال التقنيات الحديثة في تفصيل المعلومة، خاصة اللي بتناسب عقلية جيلنا الآن. فإمكانية إدخال التفاصيل دي الحديثة، التواصل من خلال البروجيكتر، التفاصيل دي يعني بتاعت التدريس غير التفاصيل التقليدية اللي ممكن تساعد لنا برضو في تنمية جيل يعني متزن. أكيد نحن عندنا في التربية والتعليم بنسميها تكنولوجيا التعليم. الآن نحن المدرسة إلى حد كبير بدينا ندخل هذه التقنيات. يعني الآن المدرسة بها عدد كبير من السبورات الذكية، زائدا طبعا الناس حتى تجاوز استعمال السبورة والبروجيكتر. والدورات القادمة كلها إن شاء الله ستركز على الجانب اللي أنت طرقته، اللي هو على التعليم عن بعد، عبارة عن التعليم عن الاستخدام السبورة الذكية، عبارة عن الإي ليرنينج، كل الكلام ده في برامج التدريب الموضوع. لأنه أضحى المعلم السوداني متخلف كثير جدا عن العالم العربي وعن العالم، والأمثلة كثيرة. يعني إن عدد كبير جدا من المعلمين تم اختيارهم لبعض الدول العربية ما قدروا يستمروا هناك. ليه؟ لأنه أصبحت في قفزة تكنولوجية تعليمية عالية في الدول نحن ما قادرين نواكبها. من ضمن الخطط بتاعتنا الأساسية ما التدريب الأساسي اللي هو لابد من نتجه إلى تكنولوجيا التعليم باستخدام المختلفة، سواء كان داخل المدرسة الدائرة التلفزيونية المغلقة أو استخدام السبورة الذكية أو الإي ليرنينج أو التعليم عن بعد أو أونلاين، كل ده من البرامج الموضوع ومخطط لها. لكن لابد إنها كل الأشياء دي تسير بخطوات واحدة تلوة الأخرى إن شاء الله. كوننا نسير بخطوات واحدة الأخرى ده بياخدنا المحور المهم إنه شكل التنسيق مع المركز القومي للتدريب المعلمين في السودان. طيب عندنا شراكة ذكية مع مركز القومي للتدريب المعلمين في السودان، عندنا شراكة ذكية مع معهد السودان للغات اللي هو مشهور بسلتي، واللي هم ديل طبعا المركزين الرئيسيين الحكوميات اللي منظمة المعلمين في السودان. غير اننا نحن عندنا علاقه وثيقه جدا مع المدربين في كليات التربيه في جامعه الخرطوم وبعض الكليات المختلفه، وعندنا الان علاقه وثيقه جدا جدا مع البرنامج اللي اتعمل في الاسبوع الماضي في وزاره التربيه والتعليم، التعليم عن بعد، اللي كان محاضرينه سودانيين من الولايات المتحده الامريكيه. وإن شاء الله نحن واضعين خطة في أن نسير اتجاه هذا الاتجاه عشان ناخذ القفزة اللي يستحقها المعلم السوداني وتستحقها البلاد إن شاء الله. بأنه في المركز مركز تدريب المعلمين كثير جدا من المعلمين الأساتذة اللي بتابعونا الآن في مناطق الهامش، خلينا نقدر نقول، لأنه الاهتمام أصبح أكثر بالمركز الخرطوم، خاصة مع تهيئة مناخ البيئات التعليمية هنا في السودان على عكس ولاية السودان اللي أصبحت مهمشة وبيئة التعليم ما محفزة جدا. فكيف تقدروا تصلوا للمدارس في السودان حتى أنه تقدموا للمعلم الخدمة في منطقته الأساسية يعني الرئيس؟ وشوف طبعا المشكلة الأساسية أنه الهامش طبعا بتنقصه كثير. يعني حتى نحن حتى لو دايرين نعمل تعليم عن بعد بتلقى في مشاكل كهرباء، مشاكل النت كده. وبالتالي يعني رغم اننا نحن بصراحه انه ما في برامجنا الكبيره، لكن الهامش بيحتاج لقوافل تدريبيه. بيحتاج اكيد لقوافل تدريبيه. ونحن ان شاء الله المركز اللي نحن الان المركز ده قلنا تحت مظله شركه داو، اللي هي شركه بالمناسبة تهتم بالعملية التربوية، شركة زاو، واللي هو المركز أساسا اسمه مركز زاو الأكاديمي لتدريب المعلمين. هذا المركز إن شاء الله هو ماشي في الخط
وناخذ المبادرة حقكم إن شاء الله. إن شاء الله. لكن وإذا بدينا نمشي على الأغاليم نوجه لكم الدعوة أنتم إن شاء الله حاضرين للتغطية بإذن الله. حاضرين إن شاء الله. لكن لو في إشارة إنه ذكرنا إنه ما فقط على المدارس الخاصة ولا حكرا فقط على هذه المدرسة مدرسة السودان جرامر انترناشونال سكول، يعني بتختاروا المعلمين كيف؟ هل بالحاجة دي على المركز القومي لتدريب المعلمين ولا المعايير شنو بتختاروا بها المعلمين للتدريب يعني؟ وطبعا كل دورة عندها معايير، نحن دائما بنحدد الدورة بنحدد المعايير بتاعتها وبنوجه الدعوات للجهات الرسمية المسؤولة، بالتالي بترشح المعلمين وفق المعايير اللي نحن محتاجين لها. الدورة في معايير دورة قد يكون في أستاذ أخذ هذه الدورة بصفات أخرى، لذلك أول حاجة بنعلن عن الدورة وعن معايير الدورة والأهداف المرجوة من الدورة والأوتبوت بتاع الدورة شنو، بالتالي بنحدد الأشياء دي وبنرسل الدعوة للجهات المنظمة وهي اللي بتتم الترشيح المعلمين إن شاء الله. جميل. طيب يعني قبل ما نختم معك الفقرة دي، الخطط المستقبلية بالنسبة لكم إذا كان في خطط مستقبلية ومن ضمنها إحنا ذكرناها حاليا إنه نمشي لمناطق الهامش وغيرها. والله هو الخطة المستقبلية إننا نحن شعارنا تدريب مميز لمعلم مميز، لا نأخذ جهد في إننا سنضع كل البرامج اللي بتحقق هذا الشعار بإذن الله. نحن مقدرين جدا على حضورك أستاذ عبد المنعم الرايع عبد الله المنسق الأكاديمي لمدرسة السودان انترناشونال جرامر على الحديث الوافدة والمركز يسهو كده ويزدهر حتى انه نعي تماما لأهمية تدريب المعلم في المرحلة دي بالذات، وهو عانى كثير جدا من تفاصيل التدريب وهو اللي بأهله انه يقدم مادته بالصورة المطلوبة زي ما أسلفت. مقدرين على حضورك طبعا. شكرا لكم كثير ان شاء الله. وعلى ذكر العملية التعليمية والسلم التعليمي، اكيد السودان كان عنده تاريخ تعليمي كبير جدا مميز جدا، وشاهد من هذا التقرير مدرسة حنتوب تاريخ التعليم في السودان.